تحت عنوان نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة، انطلقت فعاليات مؤتمر الإسكان العربي السابع والذي تستضيفه مصر على هامش الدورة 39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في الفترة من 18 حتى 20 من ديسمبر من عام 2022 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. المؤتمر ده السابع لوزارة الإسكان والعرب بيبقى على الهامش بتاعه في مؤتمر. المؤتمر السنة دي يعني فيه عدد كبير من الأبحاث الحقيقة، يعني أكتر كتير من المؤتمرات السابقة، من 11 دولة عربية، في 19 ورقة وطنية، وفي 6 محاضرات رئيسية، يعني كلهم بيتكلموا على المحاور بتاعت المؤتمر او الثيمز يعني بتاعت المؤتمر اللي موجوده عليه. مصر لها تجارب جميله، اليوم احنا في العاصمه الاداريه، احد التجارب المميزه اللي صراحه احنا كلنا كعرب فخورين فيها فتره قليله، واليوم نشوف فيها بدايه ونرى ان الطموح اللي يحمله فخامه الرئيس اليوم قاعد نشوف كثير من التنفيذ، ايضا اكثر من 14 منطقه في مصر وايضا دول الخليج والعالم العربي يشهد مثل هذه النقلات النوعيه اللي احنا ان شاء الله يعني تستمر هذه اللقاءات وتحمل لمواطنينا ومواطناتنا في دول العربيه في تحت ظل قياداتنا اللي تطمح ان يكون المواطن والمواطنه العربيه في اجود الخدمات السكانيه التي يستطيع الاطلاع عليها. عقب الجلسه الافتتاحيه تم افتتاح معرض على هامش المؤتمر يشارك فيه عدد من اجنحه وزارات الاسكان في الدول العربيه، حيث تطرح كل دولة رؤيتها في هذا الصدد نحو إنشاء مجتمعات عمرانية ذكية ومتطورة تناسب التطورات العصرية العالمية. والمناسبة الحلوة أن احنا اليوم مجتمعين في مؤتمر في المدينة العاصمة الإدارية الجديدة واللي هي نموذج للمدن الذكية والمستدامة. الأكيد أن احنا راح نستفيد من هذه التجارب، والأكيد أن هذه المؤتمرات راح تساهم في تراكم الخبرات بما يؤدي إلى زيادة رفاهية المواطن العربي في أينما كان في ضمن هذا الوطن العربي الكبير. الالتقاء وتبادل الخبرات هذه راح يساهم في دفع عملية التنمية للجميع. احنا الحمد لله احنا اصلا يعني رئيس دورة 38 راح يصير في تسليم للرئاسة لجمهورية مصر العربية، والأردن الحمد لله شارك مشاركة كتير واضحة من خلال أوراق عمل، من خلال الأوراق الوطنية، ومن خلال عدة أوراق بحثية تقدم فيها عدة أشخاص من الأردن، كما أنه الأردن شرف وشارك في بوث موجود في المعرض اللي كان مشارك، ونحن كتير بنفتخر وبنعتز في العلاقات اللي احنا مشاركين بيناتنا في مجال الإسكان وفي مجال المدن الجديدة اللي ما شاء الله مصر تميزت فيها. هذا المؤتمر يأتي نتاجا للتعاون العربي وانعكاسا لتضافر الجهود العربية من أجل طرح ومناقشة العديد من قضايا التنمية الحضرية والإسكان المهمة، حيث يشارك به لفيف من وزراء الإسكان والتعمير العرب ونحو 60 مسؤولا وخبيرا عربيا من أجل رفع مستوى المجتمعات العربية والارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.